دیبه خانم؟ ايه جيت. ديبه خانم؟ مين مات بالحارة؟ ام نجيب. ماتت؟ لا، ماتت شوي وراجعة، شو رأيك؟ وشلون ماتت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون ماتت يعني؟ مثل ما بيموتوا كل الناس. قصدي ديبه خانم، يعني شو سبب موتها؟ مرة مريضة ماتت الله يرحمها. وشو كان مرضها ديبه خانم؟ مثل مرضك تمام. هي كسبة الربع. ليه شو عاملة؟ شو هالريحة؟ ما في ريحة ديبه خانم، ما في ريحة. ولك أنا شو نبهت عليكي؟ أنا مو قايلت لك إذا بتعمليها بدي أسلخ جلدك؟ دخيلك ديبه خانم، دخيلك والله ما عم تحس على حالي. ما عم تحسي؟ لا والله يا معلمي، قال لي إنه واصل مشوار ضروري. وين بده يكون المشوار يعني؟ لو دعاس مشي الطلبية على راسي معلم. بقى يا مختار، أنا قاصد الله وقاصدك. خير مور. بدي إياك يا مختار تحكي لي مع أبو صفوان ينقلني على سويدا. أبو صفوان شلون بده ينقلك على سويدا؟ مع أني يا مختار صار عندي علم إنه أبو صفوان بيعرف جناب الحكم دار والوالي واثنيناتهم أصحابه وبردلوش طلب خيي. ومين قال لك هالحكي؟ صفوان قال لي يا مختار، وقال لي كيف بيو راح لعند الحكم دار ونفذوا من العسكرية. صفوان قال لي؟ يا خي هو قال لي. خلص ما تكلم، عين خير بحكي لك معه. كثر الله خيرك يا مختار، انت وهو والحاضرين، واني والله العظيم مش رح انساكم هالمعروف طول حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا ابو صفوان هو اللي فكه من العسكريه؟ لك شو بدك بهالحكي؟ كله لعي. هذا صفوان ولد سرسري وملابسه حامضه. بدك تسمح لنا مختار، انت غلطت. من البدايه ما كان لازم تروح معه وتتواصل له، الولد سفيه وما بينخدم. لك المعامله مع الله يا ابو ادهم، يعني ابوه اجا وكسر نفسه وطلب مني الخدمه، بدك يعني اكسر بخاطره، هي مو من شيمنا يا ابو ادهم. معك حق مختار، طول عمرك حكيم وقلبك طيب. بس أنا لسه عند كلامي، الولد سفيه وما بنخدم. سيدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسلم عليكم أبو محمد، بيقولكم ما رح يقدر يجي لأنه بنته تعبانة كتير وما بيقدر يتركها. عجبك مختار؟ روح خالي روح. أمرك. شو رأيك؟ الله يا أبو أدهم، هاي شغلة إنه أبو محمد حرامي ما عم تخرق مشطي. يعني نحن ما بصير نحكم عليه قبل ما نكون متأكدين. لذلك بشوف انه نراقبه لحتى نمسكه مسك اليد. شو بدنا نراقب لنراقب مختار؟ اذا ذهبات ابو نجيب بيطلعوا فوق 50 ذهبه، خلص ببطل الكار وبكفوا لولد ولده. لك يا ابو ادهم ما في شيء بيتخبى. مجرد ما بين عليه انه احواله تحسنت، ساعتها بنتاكد انه هو حرامي. والله يا ام وضاح، صفوان ما بيطلع منه الحكي. بس هذا اجير ابو وضاح اللي اسمه دعاس، هو كبر وصغر على كيفه. وإذا طلع هو اللي حاكي هالحكي، أعوذ بالله، صفوان ما بتطلع منه الكلمة الزايحة. بقى بدي إياكي هيك بكلمتين حلوين تهدي لي وضاح مشان ما يحكي لأبو. يعني أنا ما بيهون علي لا زعل وضاح ولا أبو وضاح. إيه بحكي معه بس ما بظن رح يرد علي. آه ليش بقى؟ والله ما بعرف، متغيرة أطباعه وأخلاقه من يوم ما كتبتي له هالحجاب. أنو حجاب؟ الحجاب اللي رحتي عملتي له إياه عند الشيخ جوهر والشيخة زمزم. أنا؟ إيه أنتي، شو نسيتي مرتخي؟ آه تذكرت. معبدو قالت لك مو هيك؟ لا مو معبدو اللي قالت لي، دريت من غيرها. إيه أنا قلت لحالي لساوي حجاب لوضاح ولصفوان مشان العين. وينه الحجاب؟ ليش ما جبتي لي اياه؟ ايوه لسه ما خلص، بس يخلص بجيبه. لا ما في داعي، خليه مشان صفوان. راح شوف مين. تفضل. شو رز بحليب تقمرني؟
اسلم لي الحليب والرز ابن عمي لك والرز كمان. عجبك؟ كتير. ان شاء الله صحة وهنا، ان شاء الله مطرح ما يسر يمري ومطرح ما يأسس يبني. تقبر قلبي على الهيبة، الله يديمك فوق راسي يا حبيبي. ابن عمي تسمح لي روح لعند أهلي اليوم؟ جاي أخي جواد ياخدني. جواد جاي لعنا؟ ايه تقبرني، رح يجيب لنا الجبنة اللي وصيناه عليها. ايه صحيح، ذكرت. لك صحيح، انت من امتى ما رحتي لعند أهلك؟ والله صار لي حصة يا ابن عمي، من وقت ما توفت أمي الله يرحمه. شو هالحكي؟ ايه والله يا رجال. لا ما بصير تقطعي صلة الرحم بينك وبينه، هي هن عم بيجوا يشقوا عليك، عيب. والله حكيت مزبوط ابن عمي، بس بتعرف ايه والله مالي نفس روح لعندهم بنوب، كله من ام قاعد وام دياب، بيكرهوني بيغاروا مني كتير، كله لاني كنت مدلله عند اهلي. لولا اخي جواد ما بقلك بدي روح لعندهم منهم، ويا على قلبي عليه، من وقت ما توفى امي وابي حاسسته مثل الضايع. بتعرفي بدنا ندور له على شي بنت حلال لجواد ونجاوزه وجوازته علي. عن حق ابن عمي؟ لك انا بحبه لجواد. والله هو بيحبك من وسط قلبه. تقبر قلبي يا حق، الله يجبر بخاطرك، الهي تمسك التراب يقلب بين ايديك ذهب يا حق. لك اسلم لي الحليب. يو نقطة رشك، هلا فردتي وشك مو هيك؟ يبعت لك حمى انت وامك، الهي شوف فيك يوم وبامك يوم يا سميحة. الحمد لله.